بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك سعيد على الجميع مرة أخرى. إذا نستأنف أيضا مع مقتطفات متعلقة برمضان كما رأينا فيما سبق. أول مقتطف في هذه الفقرة: نظام أون بزوا دي جون أوطون كونو كور أون بزوا دو نوغيتور. نظام يعني أرواحنا، لام المقصود به الروح. نظام أون بزوا أرواحنا عند حاجة، المقصود أن تحتاج. نظام أون بزوا نتكلم عن بزوا يعني الحاجة. إذا نظام أون بزوا، إذا أرواحنا عند حاجة. دي جون للصوم كما رأينا فيما سبق، لو فيرب جوني المقصود به صام. إذا لو جون المقصود به الصوم. نظام أون بزوا دي جون يعني أن أرواحنا تحتاج للصوم. أوطون كما أوطون كونوكو أون بزوا دو نوغيتور، كما تحتاج أجسامنا للأكل وللتغذية. طبعا كلمة أوطون المقصود بها بمقدار بكمية، أو كما المقصود بها دو ميم كونتيتي أو بيان دو ميم كاليتي أو بيان دو ميم انتنسيتي. دو ميم كونتيتي يعني بنفس الكمية، دو ميم كاليتي بنفس الجودة، دو ميم انتنسيتي وبنفس الشدة. نقول مثلا جو مونج اوطون كو مون بتي فخير، يعني أنا آكل بمقدار ما يأكل أخي الصغير. إذن أنا آكل كما يأكل أخي الصغير. جو مونج أوطون كو مون بتي فخير. إذن كما قلنا نظام أون بزوا دي جون أوطون كو نو كور أون بزوا دو نوغيتور. إذن أرواحنا تحتاج للصيام أوطون كو، كما أن نو كور أون بزوا دو نوغيتور، كما أن أجسامنا تحتاج للأكل وللتغذية. ثم لي بريير فات أو مومون دو رومبخ لو جون سون توجور غارونتي إي جامي روفيزي. لي بريير فات أو مومون دو رومبخ لو جون سون توجور غارونتي إي جامي روفيزي. إذا لي بريير الصلوات أو الدعاء، أو نتكلم عن الأدعية، الصلوات أو الأدعية. طبعا لا بريير المقصود بها الصلاة، والصلاة تعني الدعاء. إذا لي بريير فات أو مومون دو رومبخ لو جون، إذا الصلوات أو الأدعية فات أو مومون، فات أو مومون دو رومبخ لو جون المفعولة في وقت أو في لحظة رومبخ لو جون يعني إيقاف الصوم. نتكلم عن لو فيرب رومبخ. لو فيرب رومبخ المقصود به بغيزي يعني أنك تكسر، تخوبلي، انتيرومبخ أنك تضع حدا لي. إذن ممكن أن هذا الفعل يعني كاسي، ممكن أنه يعني روكولي، ممكن أنه يعني تراجع. نتكلم عن لو فيرب رومبخ. طبعا عندما نقول رومبخ لو جون يعني أنك توقف الصوم، كما لو أنك تكسر هذا الصوم وتتراجع عنه في وقت ما. إذن لي بريير فات، إذا الأدعية المفعولة، إذا المقصود الأدعية التي تتم أو مومون دو رومبخ، أو مومون دو رومبخ في لحظة إيقاف. إيقاف ماذا؟ أو مومون دو رومبخ لو جون في لحظة إيقاف الصوم سون توجور. إذا هذه الأدعية هي دائما، سون توجور هي دائما، غارونتي أنها مضمونة، غارونتي أنها مضمونة. اي جامي غوفيزي ولا ترفض بتاتا، اي جامي غوفيزي ولا ترفض بالمرة. المقصود هنا أن دعوة الصائم عند الإفطار أنها لا ترد. إذا نتكلم عن دعوة الصائم عند الإفطار أنها لا ترد. إذا المقصود أنها مضمونة ولا ترفض. إذا لي بريير فات أو مومون دو رومبخ لو جون سون توجور غارونتي اي جامي غوفيزي. ثم في القولة الموالية: Si vous connaissez l'amour qu'Allah vous porte, vos larmes rempliraient un océan sans fond. Si vous connaissez, عندنا لو فيرب كونيتر، عندنا لو فيرب كونيتر يعني فعل عرفة. Si vous connaissez إذا تعرفون، أو إذا تعلمون بمعنى آخر، لو أنكم تعلمون l'amour qu'Allah vous porte، l'amour qu'Allah vous porte
الحب الذي يحمله الله إليكم. الحب الذي يحمله الله إليكم. Voilà, remplir un océan sans fond. يعني أن دموعكم تملأ بحرا بدون عمق. يعني لا حدود لعمقه بمعنى آخر. Si vous connaissez l'amour qu'Allah vous porte, إذا تعلمون, إذا تعرفون, لو أنكم تعلمون, si vous connaissez l'amour qu'Allah vous porte, الحب الذي يحمل الله إليكم. Vos larmes, les larmes المقصود بها, الدموع. Vos larmes يعني دموعكم. Remplirez, تملأ. فهاد الحالة عندما تعلمون, vos larmes remplirez, يعني أن دموعكم تملأ. Un océan sans fond. يعني أن تملأ بحرا دون عمق. المقصود بأن هذا البحر عميق جدا. عندما تعلمون الحب الذي يحمل الله إليكم ستبكون كثيرا وستملأون بحرا لا عمق له. ثم le mois de Ramadan est un rappel que la vie n'est que temporaire et que nous ne devons pas être déçus par celle-ci. Le mois de Ramadan, إذن شهر رمضان est un rappel, هو تذكرة. شهر رمضان هو تذكرة. Que la vie n'est que temporaire. بأن الحياة هي فقط مؤقتة. La vie est temporaire. يعني أن الحياة هي مؤقتة. Est un rappel. إذن هو تذكرة. Que la vie. بأن الحياة n'est que, ليست إلا. N'est que, ليست إلا temporaire. ليست إلا مؤقتة. Et que nous ne devons pas être déçus. وبأنه علينا ألا نكون déçu. Déçu تأتي من فعل décevoir. Décevoir المقصود بها tromper, ne pas répondre à un espoir. Tromper المقصود بها خداع. Tromper المقصود بها خداع. إذن déçu المقصود بها مخدوع. أو أيضا تعني ne pas répondre à un espoir. عدم الاستجابة لأمل. المقصود تخيب الأمل. إذن المقصود به هنا خيب الأمل. إذن décevoir المقصود بها خداع أو خيب الأمل. Et que nous ne devons pas être déçus. وبأنه علينا ألا نكون منخدعين ويخيب أملنا par celle-ci. بهذه المقصود بهذه الحياة. Et que nous ne devons pas être déçus par celle-ci. وبأنه علينا ألا نكون منخدعين ومخيب أملنا من خلال هذه par celle-ci. المقصود بهذه الحياة. إذن le mois du Ramadan est un rappel que la vie n'est que temporaire et que nous ne devons pas être déçus par celle-ci. إذن شهر رمضان هو واحد التذكرة بأن الحياة هي فقط مؤقتة وبأنه علينا بألا ننخدع بها. ثم toute chose a une aumône. L'aumône purificatrice du corps étant le jeûne. Toute chose a une aumône. لكل شيء صدقة. المقصود لكل شيء زكاة. Toute chose a une aumône, لكل شيء صدقة, المقصود لكل شيء زكاة. L'aumône purificatrice du corps étant le jeûne, والصدقة المنقية للجسم, التي تنقي الجسم, purificatrice, نتكلم عن pure, نقول عن شيء pure, كما قلنا فيما سبق, المقصود بأنه ناقي, purifié المقصود بأنك تنقي وتصفي, إذن purificatrice يعني أنها منقية ومصفية, du corps للجسم. Étant le jeûne, كونه الصوم. إذا المقصود هنا بأن لكل شيء زكاة وبأن زكاة الجسم هي أن يصوم الإنسان. إذا toute chose a une aumône. هنا عندنا كل شيء عنده صدقة. لكل شيء صدقة. Toute chose, كل شيء a une aumône. عنده صدقة. المقصود هنا لكل شيء صدقة. L'aumône purificatrice du corps. إذن الصدقة المنقية والمصفية للجسم étant le jeûne, كونه الصوم. المقصود بأن الذي ينقي الجسم هو الصوم. ثم le Ramadan n'est pas là pour changer nos emplois du temps. Le Ramadan n'est pas là pour changer nos emplois du temps. Il est là pour changer nos vies. إذن le Ramadan n'est pas là. إذن Ramadan ليس هنا pour changer nos emplois du temps. لتغيير استعمالنا للزمن. المقصود لتغيير أوقاتنا في العمل. المقصود بأن رمضان ليس هنا لتغيير أوقات ما نقوم به. Le Ramadan n'est pas là pour changer nos emplois du temps. إذن رمضان ليس هنا لتغيير زماننا.
إلى لا هو هنا على عكس ذلك pour changer nos vies لكي يغير حياتنا لكي يغير حياتنا Le Ramadan n'est pas là pour changer nos emplois du temps il est là pour changer nos vies إذن رمضان ليس هنا لكي يغير من أوقات عاداتنا إذن هو هنا ليغير من حياتنا المقصود بأن رمضان هو هنا حتى نغير من حياتنا وأول هذا التغيير أن تكون لنا حياة خارج دائرة التفكير في الأكل وفي مجموعة رغبات تسيطر علينا وأول هذا التغيير في حياتنا أن تكون لنا حياة خارج دائرة التفكير في الأكل وفي مجموعة رغبات تسيطر علينا ثم le bonheur toucherait toujours ceux qui apprécient les bienfaits qu'ils ont déjà le bonheur يعني السعادة touchera يعني أنها ستمس عندنا لو فيرب توشي يعني أنك تمس شيئا إذا le bonheur touchera يعني أن السعادة ستمس toujours دائما السعادة ستمس toujours دائما ceux الذين qui apprécient عندنا لو فيرب apprécier عندنا لو فيرب apprécier يعني فعل قدر لي بيان في يعني النعم كيلز اون ديجا التي عندهم من قبل إذا السعادة ستمس أولئك الذين يقدرون النعمة التي عندهم من قبل كل الأشخاص الذين يقدرون النعمة التي منحت لهم هم سيشعرون بالسعادة إذا لو بونور توشخا توجور سو كي أبريسي لي بيان في كيلز اون ديجا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله